قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، واعلموا أن هذه الدنيا زائلة، واعلموا أن هذه الدنيا فانية لا بقاء لها، لا بد من انتهائها، وأن هذه الدنيا أوقاتها قليلة وأيامها قليلة وسنينها قليلة، أيام اللعب واللهو، كما قال الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. هذه الدنيا لهو ولعب، لعب بالأبدان ولهو بالقلوب، وإن الحياة الحقيقية الكاملة التي لا نقص فيها ولا عيب فيها ولا تعب ولا كدر فيها ولا مرض ولا مصائب ولا آلام ولا أوجاع، إنما هي الجنة، ليس هذه الدنيا. هذه الدنيا دار ممر، والممر بين غرفتين أو ثلاث أو بين قاعة من قاعة إلى قاعة تطأه الأقدام الممر، فإن الدنيا دار ممر، وإن الآخرة دار مقر، فخذوا من ممركم لمقركم، ولا تهتكوا أستاركم عند من لا يخفى عليه أسراركم. الدنيا دار ممر، والآخرة هي الحياة الحقيقية. لذلك تجد الآيات الكثيرة في كتاب الله عز وجل وأحاديث كثيرة من الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم تأمرنا وتحثنا على الاستعداد للحياة الحقيقية، للاستعداد ليوم القيامة. لذلك لا نستطيع إلا أن نشير إلى بعض الآيات إذا وفقنا الله عز وجل، وأرجوه أن لا يجري على ألسنتنا وعلى أسماعنا وقلوبنا إلا ما يرضيه. يقول الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وفي آية أخرى يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو كانت بعقولنا القاصرة، لو تفكرنا بعقولنا القاصرة وبفهمنا القليل، كان أولى أن يأمر الله الكفار والمشركين والفجار وأهل العصيان بتقواه، بينما نرى حكمة بالغة يأمر الله تبارك وتعالى المؤمنين، وصفهم الله ولقبهم بالإيمان، وصفهم بالإيمان، ناداهم نداء محببا: يا أهل الإيمان اتقوا الله، اتقوا الله، خافوا من الله تبارك وتعالى، فليكن في قلوبكم خشية من الله تبارك وتعالى.
يا أهل الإيمان اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. انظروا أيها المسلمون يا أهل الإيمان، نداء من الله عز وجل، انظروا إلى أعمالكم، ما تقدمونها من الأعمال والأقوال للغد، ليوم القيامة، لبعد الموت، ليوم الحشر والنشور، ليوم الوقوف بين يدي الله العزيز الجبار الذي لا يخفى عليه خافية. انظروا إلى أعمالكم، وأعظم الأعمال أعمال القلوب. انظروا إلى قلوبكم ما تحمل من الأعمال من حب الله تبارك وتعالى، ومن خشيته، ومن خوفه، ومن توقير الله عز وجل، ومن محبة ما أحب الله تبارك وتعالى. انظروا إلى قلوبكم ماذا تحمل من الأعمال ليوم القيامة، وانظروا إلى جوارحكم ماذا كسبتم بأيديكم وبأرجلكم وبأسماعكم وبأعينكم وبألسنتكم وبأيديكم، ماذا كسبتم وماذا تعملون. اتقوا الله، رب العالمين يقول اتقوا الله في أعمالكم. انظروا إلى أعمالكم التي تقدمونها ليوم القيامة، وأعظم تقوى الله في العمل هو أن يكون العمل خالصا لله وموافقا لما جاء به الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. فلتنظر نفس ما قدمت لغد، ما تقدم من الأعمال والأقوال وما تكتسبه الجوارح، انظر فيها نظرة حقيقية، لأنها تقدمها ليوم حقيقي، لحياة حقيقية، تقدمها للأبد، تقدمها للأبد. الآن لو ضربنا مثلا، كثير منا في بلاد الغربة، ولو أراد أن يرسل شيئا إلى أهله فيبقي شيئا هنا، ولكن دائما هو يفكر في بلده، ماذا يبني لمستقبله ولمستقبل أهله وأولاده. ولكن انظر فيما تعمله ليوم القيامة، لأن الدنيا فانية لا تبقى لأحد ولا تدوم، لا بد من انقضائها، لا بد من القضاء عليها، لا بد من نهايتها. ولكن بعد النهاية ماذا؟ قيامة، حشر ونشور. وفي محكمة الكبرى عند الله تبارك وتعالى، ومع ذلك لا يخفى شيء، مثقال ذرة من الأعمال خيرا أو شر يوم القيامة. يقول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فاليوم نخفي كثيرا ونظن أننا قد نجونا، ولكن الله عز وجل سيريك يوم القيامة ما عملت جوارحك وما حملت قلوبكم من الأعمال، ستجدونها يوم القيامة. أما المجرم فيتأسف ويتحسر، بل حسرات ولا نفع في يوم الحسرات، يتحسر حسرة بعد حسرة، ولكن هيهات هيهات، انتهت الدنيا، خرجت من دار العمل، انتقلت إلى دار الجزاء،
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه مشفقين مما فيه وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فوجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. المجرم يوم القيامة يعيش في الرعب مع صعوبة الهول، يعيش في الرعب أي في ألم آخر، في خوف آخر، يعيش في الرعب، يخاف مما عملت جوارحه في الدنيا أن تظهر في كتابه. لذلك رب العالمين يقول عندما يوضع الكتاب المجرم يعيش في الرعب، يخشى من الفضيحة. ولا شك ولا ريب هذه الدنيا ليس دار العقاب، سترك الله عز وجل، ولكن هناك يوم تبلى السرائر، تبلى السرائر، وهناك كل واحد منا بحاجة إلى حسنة. فاليوم تجري وراء حبيبك، اليوم تبحث عن حبيبك من ولد وأب وأخت وأخ وزوجة وصديق وغير ذلك، اليوم تبحث عنه وتجري وراءه وتتتبع أخباره، ولكن يوم القيامة في ذلك الوقت يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد يقول أنا نفسي، يا ولدي تعبت من أجلك، سهرت من أجلك، وكدحت من أجلك، يا ابني حسنا الواحدة، يا أبي نفسي نفسي، يا أبي كنت بارا بك في الدنيا، قد فعلت وفعلت وفعلت من أجلك لإرضائك، يا أبي حسنة واحدة نفسي نفسي. لذلك دائما أعيد هذه الجملة، اللبيب يكفيه الإشارة، اللبيب العاقل يكفيه الإشارة، الدنيا ليس دار الاستقرار، إنما دار الممر، دار الانتقال، مدة قصيرة ثم انتقال إلى الدار الحقيقي، جنة عرضها السماوات والأرض. وكما قال في كما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. العيش الحقيقي إنما في الجنة. فاتقوا الله أيها المسلمون في أعمالكم، اتقوا الله وانظروا ماذا تقدمون ليوم القيامة، ليوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Today I want to point to some proofs, some ayat in the Quran and some meaning of these ayat about the real life. We have many ayat in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala telling us the real life, the life of the Jannah, the paradise. This dunya is just like a playground. The time of this dunya
You may live. You may live some hours. And maybe you live more than hours. Maybe you live some days. Still, you may live more than days. Some weeks. More than that. Some months. But there is no more than some years. No matter how much you live, it's going to be some years. 2, 3, 10, 100 is a some years. And it's nothing when you compare it to the Day of Judgment. Forever. You can't compare it. And that's why Allah subhanahu wa ta'ala command the believers in many ayat to think and to get ready for the Day of Judgment. To think about the Day of Judgment and to prepare for the Day of Judgment and to get ready for the Day of Judgment. We have many ayat command the believers before the disbelievers. If we, with our understanding, with our intellect, if we think about the situation, we may say the disbelievers, you know, first they should be commanded to fear Allah subhanahu wa ta'ala. If we think from our intellect, the sinners before the righteous people, they should fear Allah subhanahu wa ta'ala. Right? This is what we think. You know, the worst, you know, there should be remained more. The sinners, they should be told, ittaqillah, fear Allah subhanahu wa ta'ala, because he's a sinner. But when we see the ayat in the Quran, it's opposite. Allah subhanahu wa ta'ala, he called the believers and he named the believers by name. Oh, who you believe. Oh, believers. So when someone, Allah subhanahu wa ta'ala, call them believers, he deserved these words. It's not like we are believers, inshallah. You are believers, inshallah. Where this is different. But someone, Allah subhanahu wa ta'ala, named him believer, so he deserved it. He deserved it. So Allah subhanahu wa ta'ala called the believers, all believers, fear Allah. Subhanallah. Where's the sinners? Where's the disbelievers? Where's the mushrikeen? If we think from ourselves, our intellect, oh, we should tell them, fear Allah. But Allah subhanahu wa ta'ala, even he described the believers with iman, with belief. So Allah subhanahu wa ta'ala tell the believers, fear Allah. Fear Allah. And Allah subhanahu wa ta'ala command to look to your actions. You're doing it for the Day of Judgment. For tomorrow. Because, you know, the Qiyamah is close. Because if we die, it's our Qiyamah. That's why it's too close, because we don't know how long we're going to live. So Allah subhanahu wa ta'ala command to look to your actions. And as we mentioned before, the most important actions, the actions of the heart. The most important actions, the actions of the heart. Love of Allah subhanahu wa ta'ala. The fear of Allah subhanahu wa ta'ala. The greatness of Allah subhanahu wa ta'ala in the heart. Respect Allah subhanahu wa ta'ala in the heart. Shy from Allah subhanahu wa ta'ala in the heart. This is the actions of the heart. So let's see as hearts what we have in our hearts. What kind of actions? Hatred? Nifaq? Well, what we have? What we have in the heart? So we have to look at the ayah and accept the ayah. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. So we have to accept what Allah subhanahu wa ta'ala telling us to look to our actions. And then after that, look to your limbs, what you're doing. The actions of your tongue,
the actions of your eyes, the actions of your ears, the actions of your hands, of your legs. So what we collecting for the day of judgment, what we doing and transferring for the day of judgment. Because the dunya, as I pointed to in the beginning, in one ayah, Allah subhanahu wa ta'ala said, the example of this life is like a playground. Just make you busy. Make your body busy, you know, playing. You working, going, coming, collecting. And also make your heart busy with thinking. Your body is busy with doing work, doing stuff. And your heart is busy with thinking. What kind of think? Allahu A'lam. So the dunya is short. And is no way to stay. Because Allah subhanahu wa ta'ala, everything in this life, Allah subhanahu wa ta'ala give amount of time. And when the time finished, like anyone, like a people, like anything, like a tree, like animals, like birds, like insects, like anything in this dunya, there's the time. And when the time finished, this has to go. We have to go back to Allah subhanahu wa ta'ala. That's why we have many ayat, Allah subhanahu wa ta'ala command and encourage and telling people to get ready for the day of judgment. It's like the dunya is like a hallway between couple rooms or couple buildings. It's a hallway. And what you do in the hallway? You think, you expect, you know, to sleep in the hallway. You expect to sit in the hallway and put a table and eat. Even so, you not expect anything except you walking in the hallway. You coming, going. So just walking in this hallway. And the whole life is just like this. The destination is starting from here is a day of judgment. Either go to the Jannah or to the hellfire. I ask Allah to protect us from the hellfire. So, that's why Allah subhanahu wa ta'ala said, oh, who you believe, fear Allah and watch your actions. What are you doing for the day of judgment? And then Allah said, fear Allah. Meaning fear Allah. First, you know, fear Allah in general. The second, fear Allah and your actions. For what you're doing, fear Allah. And the best, you know, explanation for fear in the actions, there is nothing better than do the action for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala and make sure upon the way of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. This is the best fear, best taqwa in the action. Fear Allah, watch your actions, look to your actions for what you're doing for the day of judgment and fear Allah. And be sure, whatever you're doing, Allah subhanahu wa ta'ala, He knows. He's khabir bima ta'amaloon. He knows everything. We may faking sometimes. We may all the times. But Allah subhanahu wa ta'ala, He knows everything. So, and Allah subhanahu wa ta'ala said, fear the day of judgment. Beware of the day of judgment. Beware of the day of the place you going back to. When we think, when you bring it close, bring it front of our eyes and think about, you are front of Allah subhanahu wa ta'ala, nothing hiding, everything you did in your life, details, without missing any as much as an atom
you know, is not missing. Nothing missing on the day of judgment, good or bad. And Allah subhanahu wa ta'ala, He put the scale of justice. Allah subhanahu wa ta'ala will put the scale of justice. No one will be oppressed. Allah not increase the sins of the sinners. Allah not increase the punishment of the sinners and disbelievers and mushriks. And also Allah not decrease from the actions of the righteous people and increase. Different between the disbeliever and the believer. Disbeliever, Allah subhanahu wa ta'ala not increase his punishment. Whatever he did, whatever he deserved. He punished him whatever he deserved. And also, for the believer, he's not taking any good actions, any good deeds from his actions away. And also, increase his level. Increase his reward. So Allah puts the scales of justice. No one will be oppressed on the day of judgment. And everybody's book will be there. Everybody's seen his book. But Allah subhanahu wa ta'ala said, the crimers, the mujrims, the disbelievers, the mushriks, the sinners, they have a fear of this book. They're scared. From what? Exposing. They're scared to be exposed front of the khalaiq on the day of judgment. So when they see the books, mushfiqeen, mujrimeen, they are scared. They have a fear in their heart. They're scared to see the evil actions they did in the dunya. And over there, nothing will be hidden. Allah hides in this life because this life is not a life of judgment. Life of actions. Even Allah subhanahu wa ta'ala, He punished some people, some punishment in the dunya for what they're doing. But the real punishment, judgment is going to be in the day of judgment, not in this dunya. That's why a lot of people do stuff. Allah subhanahu wa ta'ala leave it, you know, because there's a short time, so they go back to the judgment. So Allah subhanahu wa ta'ala, He said, beware of that day. Beware of that day. You going back to Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala not oppress anyone. But anything you did in this life, even if you forget, Allah make you, right there, Allah make you to remember, you know, like you did it in this dunya. The time you did it, how you did it, so Allah remind you like you seen the time, like you in the same time, you did the mistake. So this dunya is like a hallway. And the real life is in Jannah. That's why the Prophet ﷺ in a hadith of Anas ibn Malik, he said, O Allah, the real life is in Jannah. The real life is in Jannah. So my brothers and sisters, think about yourself. Think about your destination. Think about, look at your actions. What you're doing, what you're collecting, use your limbs. Allah subhanahu wa ta'ala give it to you, and He give you actions, and He give you directions. So be pleased with Allah subhanahu wa ta'ala, and please Allah subhanahu wa ta'ala. How many people have no hands, and you have it? So show the shukr, the thank to Allah subhanahu wa ta'ala, you have your hands. So don't use it. Don't collect
bad deeds and evil stuff for yourself for the day of judgment. Whatever you're doing, you're collecting, you're putting in one thing, one container or book. So you're going to have it. You're going to see it in the day of judgment in front of you. Allah subhanahu wa ta'ala give you a tongue. How many deaf people in the world? How many people they're not able to talk? Allah subhanahu wa ta'ala give you between the Christians. So whatever you're saying, either is going to against you or you're going to be for, is going to be for you on the day of judgment. So look, watch what you're doing, what you're saying. And also, your legs. How many people, other limbs of your body, how many people missing limbs? And alhamdulillah, you have it. So be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala by using your limbs to please Allah subhanahu wa ta'ala. And also, it's gonna be, you're going to see it in the day of judgment, you know, for yourself. And no doubt, whoever not use his limbs, he's going to feel sorry on the day of judgment. He's going to feel sorry on the day of judgment. So my brothers and sisters, go back to your actions. And Allah subhanahu wa ta'ala, from his mercy, when you say, oh Allah, forgive me, I'm not going to do what I did before. And you, for real, if you not go back to it, if you feel sorry, so Allah subhanahu wa ta'ala, He forgive you. He's not judge you for what you did before. This is the beauty. This is the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the beauty of this religion. Whatever you did before, and you make azm now, start, promise Allah subhanahu wa ta'ala to change yourself. And if Allah subhanahu wa ta'ala see the truthness in your heart, Allah will change your heart and Allah will change your life. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا. أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا. أسأله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العمل الصالح. أسأله سبحانه وتعالى أن لا يجري على ألسنتنا وقلوبنا إلا ما يرضيه. أسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصلاح في أنفسنا وفي قلوبنا وفي أعمالنا وفي أهلنا وفي أولادنا وفي مجتمعاتنا وفي حياتنا وفي مماتنا وفي أخرانا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة.